ليس هناك ميزة أكبر لفريق عن آخر، لأننا في النهاية حول كرة مستديرة، وكل الأمر يعود في رأيي إلى التصرف السليم واللعب الرياضي بالروح الرياضية العليا. وهذا ما كنت دائما باعتباري مدرب أضخ هذه الروح في كافة اللاعبين من الاحتياطي بداية انتهاء إلى اللعب على أرض الملعب. وإننا لا نتحدث هنا مجرد عن أرقام وليس مجرد عن مهارات، إنما مهارات يجب أن تشكل حسب الخصم وحسب الأرض وحسب الظروف. أنا فعلا كنت من مدربي بالميرس الذين فعلا وصلوا بالفريق إلى أعلى مستويات أدائه، فإني أعلم فعلا قدراتهم. يا ريت تجاوبني على السؤال دوت، يا ريت. ما هي نقاط القوة والضعف في بالميرس البرازيلي؟ سأكون صريحا. بالميرس لديه فريق يتميز بأداء ما نسميه برأس الحربة، وهم بالفعل بهذه الطريقة قد سجلوا كثيرا، إلا أن اللاعبي الجناحين يمينا ويسارا يعتبرون نفسهم لاعبين ثانويين، ولكننا في الواقع أننا عندنا ما نتحدث عن خط الهجوم نتحدث عن خط مكتمل وليس منكسر أو ليس مفكك. وأستطيع أن أقول لك أن من قوة هذا الفريق قوة فعلا خط الوسط، وعندما أتحدث عن القوة أتحدث عن القوة بتعداد، بمعنى أن هؤلاء الثلاث لاعبين بالفعل قويين ويمثلوا الدرع الرئيسي للحركة من الدفاع إلى الهجوم وسط فريق بالميرس. هناك على اليسار روني، وأعتبره أيضا رأس حربة صغيرة، ولكنه يمثل خطورة بالفعل. وكان هناك لفترة ما هناك بعض التفكك بين خط الدفاع وخط الهجوم في بالميرس، ولكني على يقين أن هذه المشكلة قد حلت. وأتذكر المباراة النهائية الأخيرة ضد تشيلي كانت قد أظهرت نقطة الضعف هذه، ولكن أنا على يقين أن المشكلة قد ولت. غدا أو أصبحنا اليوم في الواقع سنشاهد لعبا جديدا من بالميرس على الأقل يختلف عما شاهدنا ضد تشيلي. وأتوقع بالفعل أن بالميرس سيمثل خصما فعلا خطيرا أمام الأهلي، ولكن في النهاية رأيي أن كثير من اللاعبين داخل بالميرس سيكون في مراقبة أكثر من اللازم one on one، بمعنى أن هناك لاعب يراقب لاعب، وفي رأيي أن الأهلي يلعب أكثر بروح الفريق ككل، وهذا بالنسبة للأهلي نقطة قوة أمام بالميرس. هذا رأيي طبعا، ولكن في رأيي أن في النهاية الفرص متكافئة 50% 50%. لا أستطيع أن أقول من سيفوز أو من سيكون لديه الفرص الأكبر في النهاية. أنا لا أتحدث طبعا عن ضربة لا ضربة الجزاء ولا ضربات الترجيحية.